الآن للمزيد من النقاش وتفاصيل ينضم إلينا عبر زوم من بيروت رانيا أحمد، نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال أو لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أستاذة رانيا أهلا وسهلا، قلوبنا معكم بالتأكيد، ولكن أريد أن أعرف كيف يبدو الوضع لديك وعمليات المساعدات والإنقاذ وكل ما يحدث جراء هذا الزلزال المدمر. أولا شكرا لحضراتكم وشكرا لاهتمامكم بالوضع في سوريا. الحقيقة الوضع في سوريا هو عاصفة كاملة من الاحتياجات الإنسانية. سوريا فعليا كانت بتمر ب 12 عام من النزاع وتأثرات اقتصادية فظيعة في الفترة الأخيرة، بالذات بعد جائحة كورونا ووضع تغير مناخي، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية المختلفة. كان عندهم استجابة للكوليرا اللي كانت منتشرة جدا في سوريا، وجه النتائج الزلزال دمار مطلق للأسف الشديد. الاحتياجات أكبر من أي حد يتخيلها. احتياجات الشعب السوري قبل الزلزال كان 12.5 مليون مواطن سوري في احتياجات لمساعدات إنسانية. الزلزال أدى لزيادة الأعداد ب 5 مليون مواطن محتاجين احتياجات إنسانية ومأوى. أثر على 5 محافظات في سوريا، من أكبر 5 محافظات منهم طبعا حلب وإدلب وحما وحمص واللاذقية. أكثر من 1387 توفوا، ده الأعداد اللي حصرت حتى الآن. أكثر من 2326 مواطن أصيبوا، 293 ألف مواطن فقدوا منازلهم، 267 منزل تهدموا تماما، وأكثر من 325 فيهم مشاكل ضخمة، ده غير المدارس والمستشفيات اللي اتأثرت. الحقيقة الوضع كارثي، لأن الوضع ده جاء في وقت كمان في درجات حرارة متدنية جدا. وجود الناس في العراء بدون مأوى ده ممكن يؤدي للأسف لوفاتهم، لو مش من الزلزال من الجو السيء جدا، بالإضافة أن في خوف من انتشار الأوبئة والأمراض. النقص ضخم جدا في الكهرباء والوقود، وطبعا ضعف البنية التحتية اللي كان أصلا ناتج عن النزاع، بيؤدي إن حتى بعد الزلزال لسه يمكن أول امبارح سقط 3 مباني، ولسه بنرى كل يوم للأسف الشديد أثار سلبية ضخمة على أهالينا في سوريا. للأسف الاحتياجات ضخمة جدا، والمساعدات بالرغم ان احنا بنشوف مساعدات، وشفنا يمكن الهلال الاحمر العربي السوري هو متقدم في عمليه الانقاذ من اللحظات الاولى في كل المناطق في سوريا. يمكن يا استاذه رانيا هذه نقطه كنت اريد ان اتوقف معك فيها، يعني في ظل هذا الوضع المؤسف الذي تتحدثين عنه وهذه الظروف الصعبه، كيف تسير عمليه المساعدات؟ هل تحدث فارقا ام ما زال الامر ضعيف للغايه؟ ويعني نعلم ان المنظمات الدوليه تقر بصعوبه الامر وصعوبه وصول المساعدات، كيف تبدو عمليه المساعدات؟ كيف اثرت؟ الحقيقه هو في شقين، الشق الاول هو ان الوضع في سوريا ان الاجهزه لاغاثه المواطنين اللي تضرروا بالزلزال وانقاذهم من تحت الانقاض، سرعه الانقاذ ووجود اجهزه حديثه، ده كان مشكله ضخمه جدا وما زال مشكله ضخمه جدا. والحقيقه بالرغم من مرور تقريبا اسبوع دلوقتي، ولكن الاهالي مصره على محاوله الانقاذ، وكل يوم يمكن ربنا بقى كبير ان ممكن حد ينقذ من تحت الانقاض، بس الاهالي مستمرين في البحث بمواد واجهزه ضعيفه جدا وغير متطوره. الوضع الثاني من المساعدات من خلال جمعيات الصليب والهلال الاحمر، 192 دوله حول العالم كان في مساعدات ضخمه من البلاد المختلفه في الشرق الاوسط شمال افريقيا، كان من اولها مصر الحقيقه، من اول البلاد ومن خلال الهلال الاحمر المصري قاموا بارسال طيارات مساعدات مختلفه عينيه وتجمعات عينيه للمأوى الإخواتنا في سوريا، بس مش مصر بس، والكويت والإمارات والسعودية والجزائر وليبيا وغيرهم، شفنا مساعدات كثيرة بتصل سواء طيارات وكمان من الصليب الأحمر الأوروبي زي البريطاني وغيره، ويمكن حتى الصين بعتت مساعدات. فده شق، ودي مساعدات عينية تصل بطائرات، أي إما من حكومات أو من جمعيات صليب وهلال
احمر للحكومة السورية او للهلال الاحمر السوري اللي بيقوم بتوزيعها في كل مناطق التضرر. الجزء الثاني هو ان في نداءات طوارئ مختلفة. احنا كاتحاد دولي صليب الهلال الاحمر عملنا نداء طوارئ ب 80 مليون فرنك سويسري، ولكن طبعا دي اللي محتاجة اكتر مساعدات من حكومات وبلدان مختلفة، لان سوريا مش محتاجة 80 مليون. حتى هذا الرقم احنا هنقوم بمراجعته، لان اكتشفنا كل يوم بيمر بنكتشف ان الاحتياجات اضخم بكتير، وده بس اتحاد دولي بجمعيات صليب الهلال الاحمر. ولكن انا عارفه ان الامم المتحده برضو بتطالب بمساعدات وغيرها، ولكن المساعدات الماديه لسه محتاجه، طبعا محتاجه دعم اكبر واكثر من الممولين ومن الحكومات للمساعده في انقاذ ومسانده الاخوات في سوريا والاهالي اللي بيشملوا عدد كبير من النساء والاطفال وكبار السن والمتاثرين بالحروب والنزاعات. وهذه نقطه مهمه يا استاذه رانيا، انت اشرتي الى نقطه الايواء. كيف تدبرون عمليه الايواء لهذه الاعداد الكبيره من المشردين والمتضررين جراء هذا الزلزال، الذين كانوا بالفعل يعانون من ظروف صعبه وجاء هذا الزلزال فيعانون الان من كارثه وظروف ايضا مناخيه كما تحدثتي انت صعبه للغايه، كيف تدبرون هذا الامر تحديدا؟ الحقيقة الحكومة فتحت كل المدارس والمستشفيات للأهالي، طبعا اطمنوا أن الزلزال ما أثرش عليهم سلبيا، ولكن فتحوا مخيمات، وده يمكن كان جزء من المساعدات العينية. بلاد كتير بعتت مخيمات عشان تستضيف النازحين، في نازحين كتير نزحوا من المناطق المنكوبة متأثرة بالزلزال لمناطق تانية متأثرة برضو بمشاكل اقتصادية ومشاكل نزاع، فالوضع الحقيقة سيء جدا. عملوا مستشفيات ميدانية، قاموا برعايات صحية على وإسعافات أولية، ولكن برضو المستشفيات أصبحت مكتظة بحالات، فالمستشفيات الميدانية بتاخد وقت عشان تفتتح، فبقى في إسعافات أولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونقل بعض الحالات الحرجة يمكن للبلاد المجاورة، ولكن ما زال الوضع سيء للغايه وفي احتياج اكثر لمكان ومأوى بخصوص الاوضاع الصحيه. بخصوص الاوضاع الصحيه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه تقول ان الوضع الصحي والمنظومه الصحيه في سوريا تعاني من هشاشه مخيفه للغايه حتى قبل اصلا حدوث هذا الزلزال، كيف تتصرفون مع تدبير هذه الادوات الطبيه تحديدا؟ الحقيقه عملنا مساعدات ادويه، بعتنا ادويه كتير جدا، والحقيقه احنا النهارده جالنا فريق متخصص في انشاء مستشفى ميداني. مستشفى ميداني بيكون مستشفى متكامل بيفتح باجزاء مختلفه بمناطق مختلفه، حتى ممكن هو يعمل عمليات في حاجه للناس محتاجه عمليات، ولكن الاحتياج اكبر، فهو مش مستشفى ميداني واحد، لازم نقوم باكثر من مستشفى ميداني. فعلنا الرعايه الصحيه وارسال اطباء ودعم، ولكن الهلال الاحمر السوري وسوريا فيها مجموعه من الاطباء، ولكن ما اماكن للرعايه الصحيه الاكبر زي الاطفال او شيوخ او ناس تاثروا وجرحى متاثرين، لا المستشفيات فعلا مكتظه. ويمكن في تقرير طلع من هيئه الأمم المتحدة بخصوص النساء الحوامل اللي يمكن ما يلاقوش أماكن في المستشفيات لرعاياتهم. فإحنا الحقيقة بنتعاون ونتشارك وبننسق جميعا، سواء هيئات أمم متحدة، منظمات دولية، جمعيات صليب وهلال أحمر، إن إحنا نتعاون ونتشارك. المأساة أكبر من إن منظمة واحدة تعمل عليها، والحقيقة البركة في إخواتنا وشباب الهلال الأحمر السوري قايمين بدور رائع، لأن عندهم متطوعين في كل المحافظات وكل الأماكن، ويمكن هم ما ناموش بقالهم من ساعة الزلزال، لأنه بيحاولوا ينقذوا وفي نفس الوقت يسعفوا وفي نفس الوقت ينقلوا الجرحى والموتى وينقلوا نازحين لأماكن أكثر أمانا، ويقدموا توزيعات سواء طعام أو مياه أو مواد سبب الشتاء، لأن الناس حتى فقدت الغطاء والملابس وغيره.
فالوضع الحقيقة مخيف، يعني وزي ما حضرتك قلتي جهد اتفضل. مقدر منك أستاذة رانيا ومن كل المتطوعين والمشاركين في إزالة هذه الأثار المخيفة جراء هذا الزلزال المدمر طبعا، وبنتمنى الاستجابة العاجلة من المنظمات الدولية. شكرا جزيلا لك، كنت معي من بيروت عبر زوم رانيا أحمد، نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات.